السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع أكل مال اليتيم ظلما. هذه حادثة حصلت حديثا، وهي أن شخصا انتقل إلى رحمة الله بسبب مرض عضال، وترك وراءه زوجته وخمسة أولاد وطفل لم يولد. أهل الميت يحاولون الاستيلاء على أموال ومنزل الميت وحرمان زوجته وأولاده، وهذا نتيجة الثقة العمياء بالأهل، اعتقادا أن لديهم الأمانة والصدق والاستقامة، فكانت قلة الدين بعيدة عنهم. على الإنسان أن يحترس عند منح الثقة العمياء وأن تكون كتابة رسمية، لأن معظم الناس تتغير مع الزمن ويتخلى عن الإنسانية والأخلاق الحميدة ويصبح شيطانا شريرا مفترس، فتحصل الخيبات. بعض الناس جشعين طماعين لا يخافون الله، نفوسهم مريضة، لهم قلوب مسودة مريضة قاسية غافلة، لا يوجد بداخلها عطف وحنية ورحمة، ولا يفقهون أحكام الله. هؤلاء لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. نهى الله عن أكل مال اليتيم ظلما بغير حق. أكل مال اليتيم إنها كبيرة، إنها من الكبائر، وغضب الله على من ارتكبها. أوصى الله بالحرص على مال اليتيم وعدم الاقتراب منه. قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. توعد الله لمن يأكل مال اليتيم ظلما بالعذاب الشديد يوم القيامة، وسيصلى نارا، وفي الدنيا يكون محق البركة له. آكل مال اليتيم إنما يأكل ويحشو في بطنه من نار جهنم تلتهب في بطنه يوم القيامة، وأيضا من أنفه وعينيه وأذنيه، يعرفه من رآه أنه آكل مال اليتيم، وهذه النار ستحرق أجوافهم ويسقون من الحميم وهو شديد الحرارة. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أوصى الله بالحرص على مال اليتيم وعدم الاقتراب منه. قال تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم. أكل مال اليتيم إنه من السبع الموبقات، ويحرم عملها، وله عقاب كبير من ارتكبها. على الإنسان العاقل العناية باليتامى. قال عليه السلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. إذا أعجبك هذا الفيديو أعطيه لايك، وإذا تحب مشاهدة فيديوهات أخرى اعمل لي فولو، وشكراً.